استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صبح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المحلي ومتطلبات التعامل معها، حيث أكد سموهما أن البحرين تتطلع إلى مساهمة جميع أبنائها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن تتوحد الجهود لتطوير الحركة التجارية والارتقاء بدورها من خلال التعاون البناء. ونوه سموهما في هذا السياق بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها تاريخيا في الحراك التجاري والشأن الاقتصادي، وأهمية أن يتواصل هذا الدور ويتعزز في ظل المستجدات الاقتصادية. وأكد سموهما أن الحركة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين تشهد نهوضا متواصلا مرتكزة على قاعدة صلبة من التشريعات والقوانين العصرية التي تتواكب مع مختلف التغيرات العالمية.